أنا مراد وكبرت في حي مولاي رشيد، ولكن من اللي خدمت سكنت في حي الوحدة. اليوم لقيت واحد الخدمة ناضية ولكن في الرباط. صراحة في الأول ترونت، أنا ما نقدرش نتفارق مع كازا ولا نعيش في شي مدينة واحدة أخرى، ولكن من اللي دابا كاينة لالين تخوا ديال التخام أرخاها الله. دابا كنمشي حتى لكازا بور ونشد التران. سعود كتلقاني في خدمتي في الرباط، ومع السبعة ديال العشية كنكون رجعت لداري. هادي سميتها رضا الوالدين، الحمد لله. أنا كازاوي وها هو الدليل.